أعفى المدرب بيتكوفيتش رسميا اللاعب هشام بوداوي من المشاركة في التربص الحالي ومباراتي غينيا الإستوائية ولايبيريا لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 وأعلنت الإتحادية صبيحة اليوم وغادرت لاعب نيسا الفرنسي مركز سيدي موسى كما كشفت هوية اللاعب الذي سيعوضه وقبل التفاصيل لا تنسوا الإشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والتعليق عليه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إذا بعدما انتظر الكثير من الأنصار توجيه الدعوة لفارس شيبي لتعويض بوداوي جاء قرار المدرب مغايرا وتم إعلان اسم أحمد قندوسي لتعويض بوداوي وهو ما فاجأ الجميع خاصة بعد تصريح بيتكوفيتش في الندوة الصحفية الأخيرة حينما قال إن قندوسي لا يلعب مؤخرا كثيرا مع ناديه في مصر ومع ذلك تم استدعائه اليوم من جهة أخرى قد يعرف التربص مغادرة لاعب آخر مثلما كشفته جريدة الشروق صبيحة اليوم حيث قالت انه من المنتظر ان يسرح الطاقم الفني المدافع ريان ايت نوري الذي لم يتدرب مع المجموعه خلال الحصه التدريبيه الاولى واكتفى بحصه علاج طبيعي مع الاخصائي الفيزيائي على الدراجه الهوائيه، وحسب نفس المصدر فان ايت نوري يعاني من الام على مستوى عضله الساق ومن المتوقع تسريحه قبل تنقل المنتخب الى وهران، ما رايكم في ذلك؟ شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناه ليصلكم كل ما هو جديد.